هنتكلم بقى عن يمكن الآثار السلبية اللي تركتها كورونا على كل الناس، يعني من أصغرنا لأكبرنا، وتحديدا الأطفال. الأطفال اتأثروا بشكل كبير قوي بسبب الكورونا، بسبب عدم ذهابهم للمدرسة. يمكن كان في الأول كانوا بيتبسطوا، حاسين أن الموضوع مختلف، لأنه دايما أي أم بتعاني مع ابنها وهو رايح الحضانة أو رايح المدرسة. لكن لما الموضوع طول أثر جدا في الأطفال وسبب لهم اكتئاب، وفي كمان نسبة هنقولها دلوقتي حسب الدراسة الصينية اللي معانا انه في نسبة كمان وصلت ان هي تنتحر. احنا معانا دراسة صينية عملتها جامعة انهوي الصينية. بتضحكي على ايه؟ انهوي؟ بس يا جماعة احنا هنحكي لكم ايه اللي تاني. انا ونوران كنا بنتناقش في عدم ذهابهم وعدم مروحهم، فهي كانت بتتريق ان انا قلت عدم مروحهم، مع اني شايفة انه عادي مش لازم اتكلم لغة عربية فصحى، فعشان كده ما قالت عدم ذهابهم انا ضحكت. انا اقول لهم بقى على انهوي، انت قلتي عليها ايه؟ انهوي 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 فيهم. المهم يعني انه الدراسه دي اتعملت على 1241 طالب في منطقه تشيتشو، لو انا قلتها برضو صح، بمقاطعه انهوي. ويمكن المقاطعه دي او المنطقه دي ما كانش فيها حالات كتير من مصابي كورونا، ولكن هم كانوا متخوفين من فكره انه الفيروس ينتشر بشكل كبير زي ما حصل طبعا في ووهان وغيرها من المدن الصينية. الباحثين كمان قالوا أنه حوالي 25% من الطلاب ظهر عليهم أعراض اكتئاب، و6.4% حاولوا الانتحار بالفعل. يعني فكرة أنه طفل يجي في دماغه أنه هو ينتحر من شدة الاكتئاب بسبب أنه هو ما بيروحش بالمدرسة، يعني مش مصدق أنه هو نفس الطفل اللي كان بيعيط ويعمل بطنه وجعه عشان ما يروحش. عمرك كنت تتخيليها؟ طبعا أكيد ما حدش كان يتخيل الموضوع ده، لأنه يمكن الأطفال عندهم اللي هو عايزين يلعبوا وعايزين يعيشوا حياتهم، مش عايزين يصحوا بدري، بس ده لفتره مؤقته. لكن الظروف اللي الناس كلها عاشتها في الفتره بتاعه الكورونا واحنا لسه مستمرين فيها، انه الامهات والابهات عاملين حصار نفسي كمان على الاطفال، عاملين لهم عايشينهم في حاله رعب، ده خوف عليهم وقلق، انه دايما الام ما بتنزلش ابنها، بتاخد اجراءاتها الاحترازيه، دايما بتعقم البيت، بتعقم طفلها، بتفهمه انه الكورونا فيروس ده وحش هيجي ياثر عليه وهيجي ياذيه. فبالتالي الطفل اكيد بشكل لا إرادي اتأثر، لأنه مش فاهم هو ده إيه. ما بيمارسش حياته الطبيعية، طفولته الطبيعية، ولا بيروح الحضانة، ولا بيتفاعل مع أصحابه، ولا بيلعب، ولا بيعمل، وهو لسه مفروض في مرحلة التكوين إن هو يتعلم حاجات جديدة ويتفاعل مع أصحابه. فأكيد أنه بديهيا يتأثروا نفسيا ويوصلوا لمرحلة الاكتئاب طبعا.